الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أمي الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنحن ما زلنا مع الخبر تفضل بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال صدق الخبر وكذبه نعم الخبر الصادق ما طابق مضمونه الواقع نعم. والكاذب ما لم يطابق مضمونه الواقع وقد بينا هذا نعم. فالخبر الصادق ما طابق الواقع والكاذب ما لم يطابق الواقع نعم. بعد ذلك تحدث عن الإسناد الخبري فقال هو ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى أو ما يجري مجراها على وجه يفيد الحكم بمفهوم إحداهما على مفهوم الأخرى ثبوتا أو نفيا هذا أمر مهم فكأن الإسناد الخبري ضم كلمة إلى أخرى أو ضم جملة يعني تجري مجرى الكلمة إلى جملة أخرى أو ضم جملة إلى مفرد أو مفرد إلى جملة فكأن الأنواع أربعة وإليك البيان نعم قال ثبوتا أو نفيا ويسمى المحكوم به مسندا والمحكوم عليه مسندا إليه وذلك يسمى يعني إما ثبوت أو نفي والمحكوم به يسمى والمحكوم به يسمى مسندا إليه نعم وتسمى النسبة بينهما إسنادا فقولك حسان شاعر النسبة بين المسند إليه والمسند تسمى إسناد فقولنا حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر نعم أو حسان غير شجاع نعم إسناد نعم. خبري إذ قد ضم فيه كلمة شاعر نعم. في المثال الأول وغير شجاع في المثال الثاني أنت أسندت الشجاعة في المثال الأول إلى حسان وحينما تقول حسان ليس بشجاع فأنت نفيت الشجاعة عنه مثلا نعم قال فيهما على نعم. وجه يفيد الحكم بمفهومه نعم. مفهوم الشاعرية في الأول وعدم الشجاعة في الثاني نعم. على مفهوم حسان ثبوتا كما في المثال الأول ونفيا كما في المثال الثاني نعم. والمراد بما يجري مجرى الكلمة نعم. الجملة الواقعة في موقع المفرد مبتدأ كان أو خبرا أو يعني فاعلا قد أو تكون جملة واقعة موقع المفرد نعم. سواء كانت واقعة في محل المبتدأ أو في محل الخبر نعم وبهذا تكون صورة طرفي الإسناد أربعا أيوة الأولى أن يكون الطرفان مفردين نعم. حقيقة نحو علي شجاع الطرفان مفردان علي شجاع فعلي مبتدأ هذا يسمى مسند إليه وشجاع خبره ويسمى مسند وكلاهما مفرد نعم وانتصر خالد وأبرم نعم. الخبر فالطرفان في هذه المثل مفردان حقيقة نعم. الثانية أن يكون جملتين نحو لا إله إلا الله ينجو قائلها من عذاب الله الله وهذا كلام جميل لا إله إلا الله هذه جملة ينجو قائلها من عذاب الله هذه جملة أخرى وأنت ترى أن كل منهما جملة نعم نعم الثانية الثالثة الثالثة أن يكون المسند إليه مفردا حقيقة والمسند جملة نحو
حسان سلق الأعداء بحاد لسانه. الله، المسند إليه مفرد والمسند جملة، كقولنا حسان سلق الأعداء بحاد لسانه، وأنت ترى أن حسان مفرد وأن جملة سلق الأعداء إلى آخره هذه جملة قائمة مقام المسند، فحسان مسند إليه مفرد وجملة سلق الأعداء مسند وهذه جملة. إذن المسند إليه مفرد والمسند جملة. جملة. ونحو خالد هزم الجيش بقوة جنانه. نعم. الرابعة أن يكون المسند إليه جملة والمسند مفرد حقيقة، نحو لا إله إلا الله كلمة النجاة من عذاب الله. وهذا كلام جميل، لا إله إلا الله هذا مسند إليه جملة، كلمة النجاة هذا مسند مفرد. نعم. تنبيه، الطرفان هما المسند والمسند إليه. نعم. ولكل منهما مواضع يعرف بها وإليك بيانها. نعم. فمواضع المسند إليه هي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ الذي له خبر. ما المراد بالمسند إليه؟ المسند إليه هو الفاعل أو المبتدأ أو المبتدأ الذي له خبر أو نائب الفاعل أو نائب الفاعل. نعم. وما أصله المبتدأ كأسماء الأدوات الناسخة، يعني اسم كان، اسم كان وأخواتها. نعم. نعم. واسم برضو ظننت وظن اللي هو المفعول الأول لظن. المفعول الأول لظن. ظننت محمدا قائما. نعم. أصلها محمد قائم، فالمفعول الأول لظن هو المبتدأ في الأصل. نعم. ومواضع المسند هو الفعل التام واسم الفعل والمبتدأ المكتفى بمرفوعه عن الخبر، نحو يعني كأن مواضع المسند الفعل التام، كتب محمد وكذلك اسم الفعل صه أحسن إليك، أصلها صه أنت. نعم. هذا يسمى بالمسند. نعم. والمبتدأ المكتفى بمرفوعه عن الخبر، نحو راغب، راغب أنت. نعم. في قوله تعالى راغب أنت عن آلهتي، عن آلهتي يا إبراهيم. نعم. وما أصله خبر المبتدأ كأخبار الأدوات الناسخة والمصدر النائب عن فعل الأمر كلفظ سعيا من قولك. نعم. سعيا في الخير. نعم. ولا تخفى عليك أمثلة ما لم تمثل له. هذا واضح. نعم. نعم. بعد ذلك تحدث على ما يقصده المخبر بخبره. نعم. ما يقصده المخبر بخبره. بخبره. إذا نعم. قصدت أن تخبر إنسانا بخبر ما فلا يخلو حال المخاطب من أحد أمرين لا ثالث لهما. الله. نعم. واحد، أن يكون جاهلا بمضمون الخبر المراد إلقاؤه إليه. يعني إذا كان المخاطب يجهل بمضمون الخبر الذي يلقى إليه. نعم. هذا أمر. نعم. ثانيا، أن يكون عالما به قبل الإخبار. الثاني، أن يكون عالما به قبل الإخبار. نعم. يعني الأمر الأول أن يكون المخاطب جاهلا بالحكم به، بالحكم بالخبر، يجهل حكم الخبر الذي تخبره به. الثاني، أن يكون عالما به وأردت أنت أن تخبره. فإن كان الأول. نعم. أي أن يكون جاهلا بمضمون الخبر المراد. نعم. إلقاؤه إليه، كان قصدك بهذا الخبر أن تفيد مخاطبك. أيوة. مضمونه. نعم. وتعلمه به كما وتعلمه إذا به وتعلمه به كما إذا قلت مخاطبا إنسانا يجهل قدوم أبيه. أيوة. قدم أبوك من سفره. نعم. فأنت بهذا الخبر تريد أن تفيد مخاطبك. أيوة. الحكم الذي تضمنته هذه العبارة وهو قدوم أبيه. نعم. ويسمى هذا الحكم حينئذ فائدة الخبر. فائدة الخبر، يعني فائدة الخبر إذا كان المخاطب يجهل مضمون الحكم، كله قدم أبوك وهو لا يعلم بهذا، هذا يسمى
يسمى الخبر بفائدة الخبر. نعم الثاني لأنه معنى مستفاد منه. نعم. وإن كان الثاني كان قصدك بهذا الخبر أن يفيد المخاطب أن يفيد المخاطبة نعم. أنك عالم بمضمونه كما في المثال المذكور إذا خاطبت به إنسانا يعلم قدوم أبيه وأنت تعلم منه ذلك. الله. فأنت لا تريد بهذا الخبر أن تفيده الحكم الذي تضمنه لأنه عالم به، وإنما تريد أن تفيده أنك أيضا عالم به. أنت عالم، هذا يسمى عندهم بلازم الفائدة. نعم. الفائدة. نعم. نعم. أي الأمر الذي يستلزمه حكم الخبر وفائده. يعني المخاطب يعلم وأنت تريد أن تخبره بأنك تعلم، هذا يسمى بلازم الفائدة. نعم. وصلى الله وسلم على سيدنا رب محمد. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله على الأزهر. الله أكبر من الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.